في ذكرى السادسة لوفاة الأمين العام السابق لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري، ولتسليط الضوء أكثر على مسيرته وذكراه، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني. أهلا بك دكتور عبد الحميد. بداية، 6 سنوات مرت على وفاة الأمين العام السابق لهيئة علماء المسلمين بالعراق الشيخ حارث الضاري، كان للرجل فيها استشرافات لمستقبل العراق. كيف ترى استشرافات الشيخ الضاري بعد 6 سنوات على رحيله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا بك. اسمح لي في البداية أن نستذكر شيخنا الراحل رحمة الله تعالى عليه، نستذكر رجلا شجاعا، رجلا حكيما، ما لان أمام العدو وما تنازل عن الحقوق، حقوق أهله، ولا ترك واجب دينه بدعاوى المصلحة، ولا خضع للمغريات التي قدمها العدو، ولا انخدع بوعودهم، وعود العدو الكاذبة، ولا هاب ترهيبهم، ولا أحكامهم الجائرة، ولا التهم الزائفة من القريب قبل البعيد. رحمة الله تعالى عليه، إذ نستذكره فإننا نستذكر المواقف العظيمة منه، التي مثل ما ذكرتم في سؤالكم هي أثمرت اليوم بأنها تلك المواقف أثبتت صدقها وتنبؤاته، أو استشرافه بشكل أدق، استشرافه لهذا المستقبل وما آل إليه العراقيون. اليوم العديد، ملايين من أبناء الشعب العراقي يهتفون ويُنددون بهذه العملية السياسية وما آل إليه أمر العراقيين، ولسان حالهم صدق شيخنا، بل منطقهم وتصريحاتهم وجمل العديد من أبناء العراق اليوم تنطبق حرفيا مع ما صرح به رحمه الله تعالى في حياته في أيام مقاومته للاحتلال ومشروعه السياسي. دكتور عبد الحميد، حبذا لو تحدثنا عن دور وتأثير الشيخ حارث الضاري في لحظة وقوع العراق في قبضة الاحتلال الأمريكي ومشروعه المتمثل بالعملية السياسية. رحمه الله تعالى، موقفه سبق الاحتلال، فقد تداعى هو والعديد من العلماء الذين كانوا خارج العراق، يعني كما تعلم العديد من العلماء داخل العراق كانوا محكومين بالحديد والنار، وهنالك خشية من أي عمل سياسي ولا ترتضي الحكومة السابقة أي عمل علمائي، خشية منهم أو ظنا منهم أن ذلك يهدد الأمن السياسي في البلد. فلذلك العلماء الذين كانوا خارج العراق وفي ذلك الحين تداعوا وأسسوا رابطة علماء العراق في الخارج، وهذه الرابطة قد استشرفت هذا الموقف، استشرفت الاحتلال وحذرت منه في وقت مبكر عبر بيانات ومواقف، حتى أن هذه الرابطة كونت لنفسها في حينه صفحة على الانترنت، على الشبكة الدولية في حينها، وكانت لها مواقف صريحة وكانت متواصلة سرا مع أبناء العراق في داخله، من الطلبة العلمي الذين لهم علاقة بهؤلاء المشايخ والعلماء، محذرين إياهم، وكان على رأس هؤلاء شيخنا حارث الضاري رحمه الله تعالى، إذ نبه طلبته في داخل العراق إلى أخذ الحيطة والحذر، وأنه إن وقع الاحتلال لا طريقة إلا المقاومة، ولذلك فعلا كانت هنالك استعدادات مبكرة في بعض المناطق. في سؤالي الجديد دكتور عبد الحميد، لماذا اختار الشيخ حارث الضاري وهيئة علماء المسلمين مسار المقاومة الوطنية بشقيها السياسي والمسلح، وهو طريق محفوف بمخاطر جمة وأثمانه باهظة جدا؟ لأن هذا هو الواجب، ولم يكن هنالك متاحا أمامهم خيار آخر، إما أن يقوموا بهذا الواجب الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به، أو يستسلموا لهذا الواقع الباطل، وحينئذ ينال هؤلاء جميعا لا سمح الله الخزي، وسيكونون حينئذ إذا خضعوا فسيكونون عونا ومعولا
بيد هذا المحتل كما فعل الآخرون الذين تعاملوا مع المحتل الأمريكي بدعوى المصالح وبدعوى أنه واقع يجب أن نتعامل معه، فكانوا سببا في دمار العراقي وفي التوقيع على مشاريعه والتوقيع على دستوره. ولذلك ما يجري اليوم في العراق من مآسي، من ضياع لماضيه ومستقبله وواقعنا وفساد وغير ذلك، وكله بسبب جميع من وافق ذلك المحتل أو حتى من سكت عليه أو أفتى من بعدم مقاومته. وللأسف اليوم نسمعهم الذين مهدوا للاحتلال يدعون أنهم هم الذين كانوا يقاوموه، ولكن التاريخ لا يمكن تزويره بهذه السهولة، ولا سيما أن شهود هذا التاريخ لا يزالون موجودون. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.